بالنسبة لهذا الامتحان كذلك هي السنة الأولى اللي رجعنا فيها للتنظيم العادي لتندرس. وما معنى الرجوع العادي لتندرس؟ هو الرجوع من تنظيم خاص وتنظيم صعب إلى تنظيم ربما الذي يقتضي المزيد من المجهود، لأنه البرامج تكتمل لأنه الأحجام الساعية كذلك تؤدى في مجملها، ولأنه لا يوجد هناك أي شيء يعطينا العذر أو لا يوجد أي شيء نتحجج به للقول أن النتائج كافية أو غير كافية. لكن في نفس الوقت العودة هذه بطبيعة الحال وهذه الدفعة بالذات هي أول دفعة تواجه العودة إلى التنظيم العادي، وهي الدفعة كذلك التي عاشت كل أطوار الوباء حفظكم الله منه، وبالتالي فالنتائج هي نتائج حسنة جدا بالنظر إلى ما اجتازته أبناؤنا هؤلاء الذين هم الآن سيطلعون على نتائجهم اليوم. عاشوا كل أطوار الجائحة بكل تعقيداتها، بكل تفاصيلها، بكل تداعياتها السلبية على سيرورة الدراسة وعلى تنفيذ البرامج، وبالتالي أقول أننا اليوم تفائلنا خيرا بنسبة النجاح لهذا الامتحان التي هي تعني الكثير، وما أتى بنا كذلك إلى العودة حتى إلى معدل النجاح العادي، حيث أنه في هذه السنة وبالنسبة لبكالوريا 2023 معدل النجاح هو 10 من 20، يعني معدل النجاح إلى أو حيازة البكالوريا بالنسبة لهذه السنة هو 10 على 20. تعلمون أنه على مدار 3 سنوات بدأنا في سنة 2020 إلى الهبوط بهذا المعدل إلى 9 مرهمون للظروف التي تعلمونها، الظروف النفسية، الظروف التعليمية، الظروف الصحية والمآسي التي أتت بها الجائحة. وثم انتقلنا برسم 21 و22 إلى معدل النجاح 9.5، لأن نرجع بحمد الله هذه السنة إلى معدل النجاح يساوي 10 على 20، أي أنه يعتبر ناجحا في امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2023 كل من تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10. زاير تيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.